السلام عليكم، ازاي نعمل جدول في الاكسل؟ لو انا عندي معلومات بالشكل دوت اقدر اعمل عليها سيلكت وبعد كده اروح انسيرت واقول له تيبل، فيقول لي حدد لي مساحة الجدول. يعني انا مش محددهم، ممكن ادوس كده وابدا احددهم تاني وبعد كده ادوس انتر فيبدا يجيبهم لي. تمام، اول حاجة هتلاحظها ان هو اداني موضوع التلوين اصبح اسهل بالشكل دوت، تقدر تختار زي ما انت عايز. تاني حاجة ان هو بدا يحط لي هنا ان انا اعمل زي فلتر، اقول له مثلا عايز بس 30% فاشيل اللي عامل 10 يجيب لي 30% بس، ادوس كده يبدا يجيبهم لي كلهم. ممكن ارتبهم بسورت باي كلر مثلا، ممكن ارتبهم من الاصغر للاكبر، يعني اقول له هنا رتبهم لي من الاصغر للاكبر وهكذا. فبدا ينظم لي البيانات بتاعتي زي ما انت شايف. ممكن اقول له انا عايز اعرف التوتال رو قد ايه، ممكن اقول له عايز فيرست كولوم ولا لاست كولوم، واقدر احدد ايه الليزر وايه اللي ما ظهرش، يبقى اسهل لي في الشغل بتاعي. ولو انت عملت سيلكت في اي لحظه بالشكل دوت، ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز تيبل رقم 3 تيبل رقم 2، يظهر معاك الجداول اللي موجوده. وبرده لما تيجي تعمل تصدير لبعض البرامج الاخرى ساعات بيبدا ينظم لك، يقول لك انا انت عايز اني تيبل، فبيبقى في تحكم اكتر.